قُصف بيتي وعائلتي بأكملها في داخله. الضربة الجوية لم تفرق بين داعش وبين أفراد عائلتي. حاولت المساعدة وتمكنت من إخراج زوجتي حية من تحت الأنقاض، ولكني لم أتمكن من إنقاذ ابني يزن وطفلي الرضيع محمد. وصلنا إلى المكان المتفق عليه، حيث تجمع نحو 300 شخص. وصلت إلى مكان العبور إلى المنطقة المحررة. قوات سوريا الديمقراطية كانت على الطرف الآخر. بدأت في العبور مع آخرين. أطرشني انفجار لغم، وتطايرت أشلاء من كانوا حولي. سمعت الطبيب يصرخ: إلى غرفة العمليات، يجب أن نبتر ساقيه. عندها فقدت وعي. استيقظت بعدها بثلاثة أيام. حمدت الله أني لا أزال حياً. طلبت من الممرضة كوباً من الماء وسألتها عن عائلتي. قالت لي إنهم بخير وأنهم ينتظرونني في المخيم، ولكني علمت لاحقاً أن زوجتي وابني الثالث قتلا عندما انفجر اللغم. لم يتبقى لي في الحياة إلا ابنتي.